السيدة كانت ديما فيها الإسهال وديما كان كيجي واحد الحريق، المهم ديما كدوز، ولكن حتى واحد ديما كيعطيوها غير الدواء ديال المصران، لا راه مصرانك منفوخ، لا راه عندك ميكروب هكا هكا. حتى مؤخرا دارت سكانير قالوا لا لا عندك مصرانة زايدة، خصك ضروري ايرجونس خصها تحيد. ديناها للكلينيك، فاش شاف الطبيب السكانير قال لنا يقدر تكون شي حاجة أخرى يعني السرطان، قال لها نفتح هو الأول وديك الساعة نشوف. المهم فتح ليها، دار ليها خرج ليها المصران في كرشة، يعني ما بقى الخروج ديالها ما بقاتش كديرو من اللور، كديرو من الكرش. كان دار لها واحد بوشيطة، مع المدة ما بقاتش كتشد فيها، صافي قال لينا ما يمكنش يعني البوشيطة ما بقاتش صالحة لها، ولي ديروا ليها ليكوش، وداك لاسيد اللي كيتكب منها كيطير ليها الجلدة، يعني بقات حتى كطيب ديما الدوايات كاينه بومادات، ما بغى يدير معنا حتى حل. داكشي اللي كاين. وبالنسبه فتح لها ديك، حتى ديك الفتحه خلا فيها واحد الثقبه غارقه، خصنا ديما خصنا نقيوها ليها، حيت ديما كتقيح، ديما القيح، ديما القيح، ديما خصنا نبقاو نطفو عليها من الداخل. فايت ديناها ليهم الكلينيك، نفس الكلينيك اللي داروا ليها فيها العمليه ما بغاوش يقبلوها، يعني دابا حاليا كدير منه غير الشيميو وكديرو بجوج المليون والصرف اللي باش كيطلع لينا. دابا ايه كدير الحصص، دابا جوج المرات اللي دارت الحصص، ثلاثه الحصص في كل 17 يوم تقريبا. كنطلبو نشوفو ليها شي حل، حيتاش مكرفصه ومكرفسانه معاها، يعني ديك الخروج ديالها راه طير لها الجلد، راه ما بقاتش عندها في كرشه كاع، راه منها اللحم، ما خلينا بومادات، ما خلينا حتى حاجه من الفارماسي، ما قدات ليها والو. المصران ديالها مخرجينو على برا، يعني راه كاينين بزاف الناس دايرين لهم لي بوشيط، راه هي مع لحمها كيطيب صافي، حتى ديك الجلده ما بقاتش طارت الجلده، فاش غتشد البوشيط ما بقاتش كتشد لها البوشيط صافي. وطاروا قالوا لك لا راه ما بقاتش ديال البوشيط، خاص ضروري حتى تكون جلده اخرى عاده نقدروا نديروا لا بوشيط، ولكن راه ما خرجوا لها حتى شي بوماده اللي غتقدر تنوض لها شي جلده ولا تجمع ليها تما ديما الطياب. حتى دابا مؤخرا ولات كتنزف بالدم، ما لاسينيسيس ما بغاوش كاع يقبلوا لينا الدوسي ديالها، دفعنا ماشي مره ماشي جوج، كيكرشي لينا الطبيب، كنصيفطو كندفعوه والو كيصيفطوه لينا، كيمشي حتى الرباط وكيرجع. هي الوحيده تقريبا في داك الكلينيك اللي كدير شيميو بداك الثمن، نقول لك شي 9 مليون غير في هاد المده ديال شهرين. الرساله ديالي للمسؤولين هما يتدخلوا يديوها لشي مستشفى تعالج على الاقل، حيتاش بلاصتها راه ماشي في الدار، بلاصتها هاد السيده راه كاينه في شي سبيطار شي كلينيك، حيت شحال راه يرثى لها، يعني من كثر مسح اللحم بدات كتبان، يعني خاصها ترجع، خاص ليها العنايه. وحنا واخا نديروا اللي في جهدنا، راه ماشي اطباء، ما قريناش الطب باش نعرفوا واش غنديروا لها بالضبط. ديناها فايت، ديناها الكلينيك ما قبلوهاش.